تنتظر الوزارات والحكومات المحلية إطلاق ميزانياتها المتوقفة منذ أشهر، مما يعرقل استكمال الأعمال والمشاريع. وكشفت مصادر وزارية أن وزارة المالية لم تتمكن من توفير أكثر من 40% من الموازنات المطلوبة للوزارات رغم قرب انتهاء السنة المالية الحالية، فيما نفت وزارة المالية وجود أزمة سيولة نقدية، لكنها لم توضح أسباب تأخير إطلاق الموازنات المخصصة للحكومات المحلية والوزارات حتى الآن.